السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. معلش النهاردة نسيت أجيب معايا السماعات، فهتستمتعوا النهاردة بخرير الماء، يعني هتستمتعوا بصوتي وهتستمتعوا بخرير الماء. النهاردة أنا كنت عايز أتكلم على ظاهرة يعني بتتخطى الناحية الشخصية، فأنا بتكلم بوجه عام عن ما ممكن اعتبرهم ثوار وحيد حامل، أو من هو على شاكلة وحيد حامل. دول ناس يعني ضد النظام وضد الحكم العسكري ممكن، وفي نفس الوقت بيختلفوا مع قطاع تاني كتير، وبيدافعوا عن الكاتب وحيد حامد وعن فكره كده. طب ايه المشكلة؟ ما هو انتوا الاتنين ضد العسكر، ليه ناس بتدافع عن وحيد حامد وليه ناس تانية زي انا كده شايفين ان ده نوع من انواع العبث؟ تعالوا نتكلم. قلنا احنا قبل كده ان في بعض معارضي الحكم العسكري، مقاومي الحكم العسكري، وبيقاوموه ممكن بقوة جدا جدا. مشكلتهم مع الحكم العسكري فيما بعد 30 يونيو، يعني فيما بعد، لا مش 30 يونيو، انا اسف، معلش عشان الدنيا برد، سيبكم الشمس دي، فيما بعد مذابح رابعه. يعني حتى مذابح رابعه هم موافقين عليها، وفض رابعه موافقين عليه، والنهضه والمذابح. لكن هم مشكلتهم فيما بعد ذلك لما ما سلمهمش الحكم، يعني هو رفض ان هو السيسي بعد ما عمل كل ده وعمل انقلاب وقتل الناس وعمل لهمش بقى تعالوا بقى احكموا انتوا، او تعالوا نعمل انتخابات بينكم انتوا واصحابكم بقى، ما خلاص سجن الناس التانية كلها، فخلاص بقى يعني الناس الوحشين اللي كانوا ممكن يضحكوا على الناس بالزيت والسكر ويقولوا لهم ويدوهم صكوك الغفران وكده، خلاص اتذبحوا واتقتلوا وماتوا، فليه ما عملتش بقى انتخابات يا سيسي؟ وفي الاخر خالص يتهموا غيرهم ان هو تم تغفيله، بينما الحقيقه ان كله تم تغفيله، يعني ما فيش حاجه خالص، بل هم يمكن اكثر يعني من تم تغفيله، يعني بكل اسف. يعني يمكن احنا هنعود لده في السلسله بتاعت احنا ازاي نضحك علينا، بس اللي انا قلت اكثرها النهارده بحاجه يعني عشان نبقى مع الاحداث، لان وحيد حامد مش بيمثل شخص، هو بيمثل بيمثل اتجاه. طيب هنا الناس بتقول لك يكفي ان هو كان ضد العسكر، ويكفي ان هو كان ضد الحكم والاستبداد وكده، وهو ما شفناش احنا حد بحقه حقيقي ضد الاستبداد وضد الحكم وملياردير، ما شفناهاش دي، ما شفناهاش واحد لم يتم تشويهه غير لو كان بيقوم بدور مرضي عنه. وطبعا الدور اللي كان مرضي عنه اللي قام بيه وحيد حامد على خير قيام، على خير قيام، يعني بحسب وجهة نظر إبليس، هو تشويه تيار الإسلامي بكل طوائفه، وعملية خلط بين كل الإرهاب بالسلفي بالإخواني بالمتدين، بقى كلهم أصبحوا في بوتقة واحدة، وهم الهمج المتخلفين الرجعيين الخائنين لبلدهم الجهلة كده يعني. فبحيث نلاقي كتير قوي من اكل العشب دلوقتي خلاص امتصوا الكلام ده من هم صغيرين، وصعب عليه جدا، محتاجه منه مجهود انه يفهم هل يا ترى الكلام ده صح ولا غلط، هل فعلا كل التيار ده كله زي بعضه، وازاي ان هم بيكرهوا البلد وان هم كلهم لازم بيقتلوا الناس وما بيحبوش. فده كان الدور اللي لازم عشان وحيد حامد يقدر يجذب بيه اكبر عدد من الناس، يسمحوا له بقدر كبير من الحرية لم يسمحوا بها لغيره. بل بالعكس، لما كان سعيد صالح مثلا على سبيل المثال بيتكلم في السياسة بحقه حقيقي كان بيتحبس، لكن الثنائي اللي تحول إلى ثلاثي، الثنائي وحيد حامد وعادل إمام، وتحول في أحيان كثيرة إلى المخرج شريف عرفة، كان لهم طبعا حصانة خاصة من اللي بيعملوه. طيب انا بقول ان جريمة وحيد حامد الكبرى هي في تزييف الوعي، هي ترسيخ صورة في ذهن السذج وانصاف المفكرين بصورة مزيفة للوطني المصري المخلص، اللي هو لازم يكون خمرجي وحشاش وبتاع نسوان، بس بيحب مصر جدا،
وعنده مبادئ ولا يمكن يفرط عنها خالص خالص. وهذا الرجل محبوس بين اتنين، بين السلطة القمعية الوحشة اللي هو بيكرهها وحيد حامد بس سايباه لحد ما بقى ملياردير، وبين الإسلاميين اللي هم متخلفين ورجعيين وبيفكر. ويزيد في ذلك هذه الصورة المزيفة اللي بتعجب طبعا كتير قوي من أكيل العشب، فرحان قوي يعني بيها، وتتطور تتطور تتطور لحد ما وصلوا ان هم ما عندهمش مانع ان هم يتقتلوا عادي يعني، مش بني ادمين. دي صورة يعني مثلها طيار من المفكرين اللي سمح ليهم بالتعبير عن نفسهم في عهد مبارك وتم بروزتهم وكده، وكان على رأسهم فعلا وحيد حامد، ما اقدرش ننكر ان هو كان يمكن يعتبر القائد بتاعهم. طبعا الكلام ده سهل يعني ان احنا نثبته في اي فيلم من افلامهم اللي بتتكلم على الموضوع. مثلا لو جينا فيلم طيور الظلام، طيور الظلام كان اللي طبعا الراجل اللي هو بتاع النقابات اللي عاوز يكسب كان هو الاسلامي يعني الوحش الفاجر، والتاني عادل امام اللي هو كان فاسد بس تبع الحكومه، كان في الوسط كان المسكين يا عيني الغلبان اللي هو احمد راتب اللي هو كان خمولجي برضه يعني، بس بصراحه الراجل كان عسل يعني، بحب مصر قوي، كان وطني 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 يعني. الكلام ده هتلاقيه برضه في كل في معظم المسلسلات يعني او الافلام، في معظم الافلام يعني. مثلا الفيلم اللي هو التاني بتاع الارهابي، انت شفت الراجل اللي هو الارهابي الوحش المتزمت ده اللي هو عادل امام، وفي هو كلهم كده، وفي المقابل ليه الكويس اللي هو كان الولد اللطيف اللي اخته بتقعد بشورت مع واحد بس عشان ارهابي، فلما هي قعدت معاه بشورت هو استثار، هو المفروض يبقى لما تقعد معاه بشورت يعني يفكر في حاجه تانية، يفكر مثلا في الرياضه، يفكر في اي حاجه يعني. وبيشربوا خمره بس في الوقت المناسب، في الوقت الكويس، في الوقت المناسب لمصلحه الوطن وكده. ودول افرزوا لنا يا جماعه برضو مجموعات من الناس اللي بيعرف باسم يعني. يعني انا مش عاوز اخش طبعا عشان انا ما اقصدش والله ان انا ادعي حد يعني، او ان انا او اشوه حد، بس دول اجرموا في حق شباب كتير كان ممكن جدا بيحبوا بلدهم ووطنيين واحرار، بس خدوهم كده يعني، زحوهم كده يعني. وما فيش حد من اللي هم ضد النظام بحقه حقيقي من سنة 52 كان قادر ان هو ينجح ويلمع ويبقى في المقدمة. عادل امام حافظ على تفوقه في المقدمة، ما فيش شك الناس دي موهوبة يعني، وحيد حامد موهوب وعادل امام موهوب والشريف عرفة موهوب، لكن استغلوا موهوبتهم في شيء يعني بائس جدا، وشيء يعني مش وجهة نظري انا مش محترم. طيب انا جالي واحد بيكلمني، تعرفين طبعا ان احنا بنقيم دلوقتي حملة اسمها حملة اصحاب البلد، فكلمني على صفحة رسمية. انا ما بكتبش الحاجات دي على صفحة اصحاب البلد، مش عشان انا مش مقتنع بيها، لا، عشان ما عندناش مجهود نفهم الناس ايه يعني نخش بقى في صراع وكده. انا عارف طبعا ان في عدد كبير قوي من اللي جاي منتظر لحظة الانقضاض الله، طب وهو، لكن على صفحتي الشخصية انا بتكلم طبعا بمنتهى الحرية يعني على الصفحة الرسمية. فواحد قال لي طيب انت عامل حملة اسمها اصحاب البلد وبتقصي راحد وطيار وانت عمال تقصي وكده، ولم يتنبه ان انا بتكلم ان احنا حملة ضد الاقصاء، وان هذا الرجل اقصى طيار بالكامل. يعني انت زي ان انا بقصي واحد عن حق، وبعدين انا بقصوش، انا هو راجل مات، هو ربنا هو اللي اقصاه يعني، لكن انا بتكلم عليه. ساب طبعا كل الكلام كالعاده، احنا قلنا طبعا المشكله بعدين، انت عاوز تميع اي موضوع او تنصب او تدلس سيب الكلام واتكلم على الشخص، قول له انت بتقول الكلام ده انت بتقصي يا عم، ما تشوف اللي انا كاتبه، انا كاتب بقول الراجل عمل 1 2 3 4 5، قول لي لا ما حصلش، انت بتكذب مثلا. طيب هذا الرجل اقصى طيار كامل، مش بس طيار كامل، ده الطيار اللي حاز بثقه الشعب في كل الانتخابات، وهم مش كتير على فكره، اللي سمح فيها للشعب يبدا رايه، هو اقصاهم كلهم، اقصى ملايين، اقصى ملايين بما سمح بقتلهم وسجنهم واعتقالهم وظلمهم، وانت زعلان ان انا بقول عليه كلمه حق. هم دول ضحايا ونتاج فكر وحيد حامد، واللي انا طبعا كنت قعدت فتره كبيره من بعد الانقلاب لحد دلوقتي اتمنى ان انا
نخش مع بعض في نقاش مش للانتصار ولكن لتصحيح المفهوم عند بعض الناس. انت دلوقتي لما اجي اقول الكلمتين دول حذاري، يعني حذاري مش ان انا هعمل لك حاجه، لا حذاري كنصيحه، يعني احذر، بلاش حذاري دي، احذر ان انت تفكر في مبعث الكلمات دي. يعني يا ترى ايه سببها؟ يا ترى انا بقول الكلام ده عشان خاطر انا اخواني فبكرهه ديني، طب انا مع العسكر فبحب اهاجم واحد كان بيهاجم العسكر، ولا انا بخاف من على الحق، ولا مالكش دعوه خالص، مش هتعرف نيتي دي عند ربنا سبحانه وتعالى. لا انت شوف الكلام اللي انا قلته ده ايه الغلط فيه وناقشني فيه، هل فعلا كان بيعمل الكلام ده كله ولا لا؟ هل فعلا كون ثروه وسمح له ان هو يبقى في الصداره ولا لا؟ هل سمح لحد بعد كده انه يتكلم نص كلمه ضد الحكم وسابوه في اي مجال ويتبروز؟ هل فعلا الوطني المخلص اللي حصله اللي حصل وكده واللي عمله كده كان هو الراجل اللي هو لازم يبقى خمورجي ونسوانجي ولا لا؟ بس لو طلع فنناقش نتناقش، لكن نيتي يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فيعني انا اكيد هدعي ان انا نيتي كويسه، وممكن انت تفتكر غلط، لكن اترك اللي انت ما تعرفوش ولنتناقش فيما نعرفه. طيب بكره ان شاء الله نستكمل حلقات احنا ازاي نضحك علينا. وعلى فكره الحلقه دي كانت ممكن تنضم لسلسله احنا ازاي نضحك علينا، بس انا كنت اتكلمت على موضوع النخب وازاي ان انت بتدافع عن واحد ارضاك وارض النمط الحياه اللي انت ارتضيته. ما في ناس كتير فاهمه موضوع وحيد حاجه، مش بتدافع عنه، هي بتدافع عن نمط الحياه اللي هي مش عاوزه تغيره. انا هفضل كده واروح وفي وقت في راس السنه اخد لي كده كاسين، ومش عارف انا بتاع نسوان مش عارف ابطل. يعني انا برضو يعني انا بكره اللي ينصحني، انا بكره العيال شكلهم كده بتغمني كده، فانا عاوز اكمل كده، وفي نفس الوقت انا مسلم صح هم اللي غلط. فانا بسكر وكده وبصاحب نسوان بس بعمل عمره، ده نمط الحياه. انا بعذب الناس في السجون معتقلين، بس بصلي عشان ربنا، انا خايف على اولادي. فوحيد حامد بيقول لي لا ما تخافش، اللي انت بتعذبهم دول مش مسلمين، اعداء الدين. انا ممثله قضت عمري كلها ما حدش عارف يعد كم واحد اعتلاكي، وبس في الاخر خالص وحيد حامد بيمكنني ان انا اشرح للناس الدين اللي بوظوا الارهابيين. دول الناس اللي هم يعني طائفه اللي انا بأدينهم، لكن الضحايا من الشباب فانا والله بدعي لهم يعني ان ربنا يكرمهم، زي ما احنا بنتكلم في الاطراف بنقول عيوب كل الناس. كلمه الحق يعني لا يسكت عليها الا الشيطان اخرس، ومش عشان محدش يزعل مننا او عشان نرضي حد هنغير مبادئنا. يعني في الاخر خالص احنا بندعو ان الناس كلها يعني ما تزعلش وتتفهم، لكن اللي بيزعل من كلمه الحق ما بنحطوش في اعتبارها. نشوفكم بكره ان شاء الله.